السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متسبيا صحة عالم عماد ورقية، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنعتذروا بزاف على هذا الغياب، كنا في طار واحد الأشغال. الحمد لله الكوار اللي وعدتكم بهم وقلت لكم راه غادي ندير لكم دي فيديو هما وجدوا الحمد لله، وعمره في نفس الوقت خدمنا خدمة جديدة. وخاص الصيف هذا خسرنا فيه شوية ديال الفلوس، داكشي اللي جمعناه من قبل خسرناه في هذا، ولكن خسرناه على العامر. بنينا كوار جداد، جبنا جداد دجاج جديد، سيجنا هاد البلايصه اللي فيها هاد الجداد كما يقولوا طنجاوات جداد. المهم غادي نولعوكم ان شاء الله، وغادي تشوفوا معنا السلالات اللي كاينين والمزرعه السعيده ديال ابو ريم. الناس اللي عرفوا ابو ريم هي هذه. بالنسبه للاخرى قايلين تصور راها تجي مره هنا حيت حكم البعد ديالها على هي على المنطقه اللي ساكن فيها انا، حتى الوالدين ديالها هنايا، ويا الله يسهل عليها من الزوج ديالها في تاونس. المهم الاخوان كما كتشوفوا هاد لي بونس اللي كنت باغي ندير هما هادو. كانت عندي فكره قديمه وخدمت عليها، تقاتلت عليها الحمد لله، لان كان عندي مشكل في داك الكوري الاول اللي شفته، اختلق بزاف ديال الامراض، منهم البرغوت، منهم كيضرب الدجاج كيضربوا البرد لان البيت مجموعه. المشكل ما كنتش نقدر ندير سلالات بزاف، يعني حكم عليك سلاله وحده. دابا الحمد لله عدت شي شويه وراني درت واحد التجربه اللي هي زوينه كما كتشوفوا هنا. شنو داك الحمار الرقيق؟ هذا ستيومي الذهبي. برافو، هذا معروف، يعني هو اللي كنت خدام به وحيد الكره ديالو، لان لقينا مشكله اختي رقيه، لقينا المشكل ديال الذكر. الذكر يعني الذكر تيوصل 5 شهور 6 شهور تتبيعها في السوق 70 درهم 60 درهم، يعني كيهبط الثمن ديالو. هابط وتيهبط لك مع الدجاجه وما مقبولش في الصغر ديال الشهر، اكثر شيء تيشرط عليك انك تعطيه النتوه. والذكر واخا تضرب معاه ثمره ديال 5 شهور ما غاديش تشد فلوس فيه بزاف، تيبقى داك الشيء قليل. دابا انا جربت واحد التجربه، شفتها عند واحد الاخ وغير بالغلط وقعت، لان عطاني واحد البيض على اساس انه في يومي وخرجوا لي فيه هذا الخليط ديال حيت عنده الذكور الاسترالوب ومساوي ديال في يومي الذهبي، وتبارك الله عطى وزن كبير. الذكر وصل لجوج اونس في مده ديال 3 شهور اونس، يعني تبارك الله 2 كيلو اونس في الذكر، وعطاه واحد اللون ما شاء الله. راه هي التجربه اللي خدام عليها الان، انتم كتشوفوا درت الذكور ديال الاسترالوب الاسود، راه الذكر اللهم بارك راه وزن اكثر من 3 كيلو الذكر، والمساوي ديال الفيوم الذهبي. وكاينين سلالات حره هما اللي غنعرف لكم عليهم دابا. شوفي اختي دخلي هنايا تشوفي لي بوكس، هذا البوكس الاول راه تنفرش ليهم الرمله. دابا رجعتي كتفرش لهم الرمله؟ ساهله في النيطواياج، دوز واحد المده وداك هذاك الوسخ ديالهم كيبس غير كيقيس الرمله غير كيبس مع الرمله وكيجي ساهل في النيطواياج. واحد الراطو صغيور كتجبد تبقى غير الرمله، مع المده غنبقى نصيرها مره غادي نشدها وغادي نغربلها ونرجعها ليها من توسخ بزاف. هذا البوكس الثاني راه باقي خاوي، ولكن تنستعمل فيه الا كان شي حاله ولا شي حاجه، وداير فيه التبن ديال الفراش كنفرش فيه الا يكون الفلوس ان شاء الله، او شي حاله ما عجبتنيش بحال دابا هذه. هذه راه شي شويه مريضة فين عليها؟ كنعالجها انا بوحديتها. هي مزيانة القضية انك تفرق مثلا الدجاج اللي كان مريض على ضروري باش ما يعالجش الدجاج الاخر. كاين هنايا خلي راه مازال هادشي مازال ما ساليش الخدمة، مازال شي هو تيقول لك نقطة بنقطة كيحمل الواد. غادي مع غير شوية تنصاوب نسير حاس باش ما يبقاش يتخلطوا لي. هذا بعد سجادة هذا لا لي دور ما شاء الله راه هذا لي دور بياض، النوع هذا بياض الامتياز. راه كاين البيض الاخوان بالنسبه للبيض اللي بغى البيض، والكسكوت راه غيكون ان شاء الله ابتداء من شهر 11 والفوق غيكون الكسكوت. وكما العاده غنحط رقم الهاتف ديال السي عماد اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه. نزيدو نشوفو السلاله الاخرى. نعم سني البوكس الثاني دايرين فيه الاندلسي الاسود، انتما راه تشوفوا الاندلسي الاسود اللهم بارك. ها هما الاندلسي الاسود، هذا الاندلسي الاسود الاندلسي ديال اسبانيا السلاله الاسبانيه اللهم بارك. هذا راه راه الناس اللي ما عارفاش الخدمه ديال هذا راه باقي جاهل الدجاج، هذا راه جربته
ما شاء الله هو تيبيض واحد تبارك الله والكاليبر البيض بنوريه لكم غليظ البيض عنده غليظ وهذا راه باقي صغير هذا الدجاج كامل واصل 7 شهور هذا الدجاج كتشوف عنده راج واحد يا 7 شهور والبيض عنده تبارك الله الكاليبر غليظ والخصوبه من الفوق كاينه الخصوبه بالنسبه للبيض ديال السلالات غنقول لكم حتى الاسمنه باش شحال كان ديال البيض ديال السلالات والاسمنه ديال داك في يومي مع الاسترالي اللي بغى شي حاجه مرحبا ونشوفوا الاسترالوك مالك البيض كما كيتسمى الدجاج الملكي واش نجي نسميه استرالو دابا طابق من قديس ماشي ما شاء الله عاش تبارك الله فيه واحد اللون ما شاء الله صلى على النبي تبان لك فيه ديال اللي في لابريونس في داك الخضر الزيتي هذا الاسترالو تبارك الله بياته ما شاء الله في هذا كي هذا هو اللي قلتي لي ملك البيض هذا هو كيبيض مزيان هذا المهم كاين سلال لي جون تاعي تبارك الله تصبعي هذاك الشيء كاين هذا هو بحالها كيبيض تبارك الله تلقى الجو المناسب راه تيبيض هاد ما بين 280 حتى 300 بيضه في العام 280 حتى 300 بيضه تبارك الله بياض بيمتي يا زاد الاسترالي بالنسبه للناس اللي تيقول لكم تصدقش ليهم المشكل كامل سينا كنت كنواجه هو المسكن واه الا عندك تهويه مزيانه وكاين كاين فين يخرج يتشمش وفين الدجاج راه عزيز عليه الطبيعه يعني التربه وتوفر ليه بحال ما ندير شعير المستنبت ما صورتيش ليا ياكلو لا انا غنمشي نصور شعير المستنبت الخضوره حتى هي مهمه للدجاج والدجاج يبقى في حاله جيده الحمد لله وكاين الانتاج يعني في هذا الشهر ديال 10 اكثريه الناس يعانيوا من الانتاج الحمد لله عندي السلالات كاملين زي بيضون ما شاء الله وصل عندي اللهم لك مازال ان شاء الله غادي نزيدوا الكميه هادشي راه